أبنائي الطلاب ومستمعي الأعزاء، لا يمكن لهدف أن يتحقق إلا بوسيلة، كما أن الطائرة لا تسير إلا بوقود ولا تطير إلا بوقود، وكما أن السيارة لا تتحرك إلا بالوقود وقائد محنك يحرك مسيرتها، فكذلك الفكرة تحتاج إلى وسائل لكي تبرزها على أرض الواقع. وهذا ما فطنت إليه الصهيونية العالمية كسائر الأفكار المدمرة والتي تواجه المسلمين في ربوعهم. فالصهيونية لتحقق أهدافها التي شرحناها سلفا، لابد لها من أن يكون بين يديها وسائل تستعملها. فما هي تلك الوسائل؟ أما عن وسائل الصهيونية فقد حملها هذا الدرس الرابع من دروس تلك الوحدة المتعلقة بالصهيونية، ونعرضها في عنصرين أساسيين. العنصر الأول أن نبين تلك الوسائل بإجمال، وأيضا نقف على شرح هذه الوسائل على هامش عرضنا لتلك الوسائل. الوسيلة الأولى من وسائل الصهيونية التي عملوا من خلالها على تحقيق أهدافهم إشاعة الفوضى الشاملة. إن الفوضى حينما تسكن أرضا فإنها لا تخلق فكرا ولا تعين رأيا على أن يظهر فيقود الأمة إلى ما فيه صلاحها، وهذا ما فطنت إليه الصهيونية، حيث إنها في كل وطن آمن تشيع فيه الفوضى عندئذ، وهو ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي تحقق اضطرابا في المجتمع، وعندئذ يقتنصون هم أبناء هذا المجتمع فكرا وأسلوبا وسلوكا وخلقا. أيضا من تلك الوسائل التي استعملوها لتحقيق أهدافهم إثارة الفتن والوقيعة بين الشعوب العالم ودوله، وذلك إفادة لهم من وجوه عدة. هذه الوجوه أنهم يقومون بصناعة الآلات العسكرية ويقتنصون أموالا، أيضا لا يجنون من وراء هذه إلا الخير العميم، حيث تنصرف تلك الشعوب إلى الخلافات والقتال إلى غير ذلك، عندئذ يخلو الجور الصهيونية فتتملك البلاد والعباد. كذلك من بين تلك الوسائل الإرهاب الفكري وإفساد الرأي العام، وهذا ما نصت عليه بروتوكولات حكماء صهيون، حيث يقولون إننا نستطيع أن نربك الوطن أو نربك العالم بما نشيع من أفكار هدامة لتفسد الرأي العام حتى تخلو الفكرة من صنيعنا، وهكذا نصت بروتوكولات حكماء صهيون. أيضا من وسائل الصهيونية إشاعة الفوضى والفساد في المجتمع، ذلك أن الفوضى الخلاقة كما يقولون، والفساد الأخلاقي والفساد الاقتصادي والفساد السياسي والفساد الاجتماعي عموما بكل صور الفساد، إنما يضع الآلة الفكرية على جانب من الحياة، حيث يصبح المجتمع بلا هوية، وعندئذ هم يجدون في هذه الأجواء صيدا كمن يصطاد بالماء العكر فيخلد له الأسماك ويخلد له الصيد السمين. هكذا تعمل الصهيونية على تحقيق أطمعها بهذه الوسيلة المدمرة. أيضا من بين تلك الوسائل افتعال الأزمات الاقتصادية، ذلك أن الشعوب دوما تميل إلى ما يحقق العيش لها، وسبل العيش هو هدف الناس جميعا. حينما تتدخل الآلة الصهيونية الفكرية بتدمير الاقتصاد، عندئذ تصبح الفوضى ويصبح الفساد وقد ضرب أطنابه، وهكذا استطاعت الصهيونية أن تفتعل الأزمات الاقتصادية عالميا، ويتملكون هم رؤوس الأموال كما تعلمون أعزائي الشباب. أخيرا من بين تلك الوسائل الهامة التي تحقق أهداف الصهيونية العامة، القضاء على الأديان. إن هذا
هذه الوسيلة تعتبر أخطر الوسائل على الإطلاق، لأن المجتمع حين يخلو من دين ويخلو من اعتقاد ويخلو من أخلاق ويخلو من فكر رباني، عندئذ تجد في المجتمع دمارا، وتجد في الناس ميلا إلى الأفكار الوافدة، وعندئذ تجد الآلة الصهيونية وسيلتها إلى غرس أفكارها وامتلاك مقررات الشعوب. هذه وسائل الصهيونية. فماذا إذن عن بقية ما حملته هذه الصورة المدمرة من جوانب؟ هذا ما ستظهره لنا الصفحات التالية، وهي تكشف لنا عن مخططات الصهيونية العالمية.